أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بيكم إخواننا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله جبنا لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2013 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2013. العربية فابريكا من الداخل والخارج بدون جرام بويا واحد. العربية فيها كاوتش جديد وكمان فيها بطارية جديدة. حالة الموتور والعفشة بحالة ممتازة. العربية بدون أي ملاحظات أو مشاكل في المكان. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2013. سعر العربية 212,000 جنيه. سعر العربية 212,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0145-92-929. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0145-92-929. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا بمواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.